السلام الله عليكم متابعينا على قناة جديدة برايس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من وسط مدينة جديدة. كيف ما كتشوفوا حادث ديال اشتعال نيران في حافلة النقل الحضري وسط مدينة الجديدة. شارع عبد الرحمن الدكالي النازل الجديدة. أنا مقاطعة قديمة في كانت قدام مصبانة ديال الجديدة. هناك يعني كيف ما كتشوفوا حافلة تم يعني اشتعال النيران فيها على كاملها، بقى فيها غير الكادر. الحمد لله على حسب ما يعني على حسب ما جاء إلى علمنا بأنه لم يكن هناك خسائر بشرية بقدر ما هي خسائر مادية. الأسباب لحد الآن كتبقى مجهولة كيف ما كتشوفوا. يعني النيران تحرق كل شيء، ما بقى فيها والو كيف ما كتشوفوا. يعني الطوبيس كامل مشى، ما بقى فيه ما يتشاف. الأسباب كتبقى مجهولة لحد الآن، كيبقى التحقيق وفتح التحقيق من قبل الشرطة، خاصة الشرطة العلمية هي اللي غتقول شنو الأسباب ديال هذا الحريق. شنو السبب ديالو؟ والله ما عرف، ما عرف شنو السبب. المهم كان تا واحد الحمد لله. دوز معاك؟ دوز انا ما يمكنش يا خدام. اه انت معاهم؟ اه ما يمكنش. لان عملية رفع ديال هاي تم انتشال هذا الحافلة. كيف ما كتشوفوا نيران فهي على حساب الدار هذه. إذا الحمد لله ما كانش هناك خسائر بشرية بقدر ما هناك خسائر مادية. كيف ما قلت حنا كنتواجدو في شارع عبد الرحمن الدكالي بمدينة الجديدة. الحافلة كيف ما كتشوفو تحرقات عن كاملها، بقى فيها والو، ربما غير البنوات اللي بقاو راهم كاين واحد البنوة ولا، لكن الحمد لله ما كاينش خسائر بشرية. إذا تتبقى الأسباب مجهولة. انتظار استجواب احد من الناس اللي حاضرين او اللي عاينوا الحادث. الدار خاوية هذيك؟ الدار ما مسكونة فين الناس؟ راه مولا فيه ياك؟ انت كنت حاضرة هنا ملي كانت عايشة فيها، تقدري نسجلوك حيت انت معنا على المباشر على قناة جديدة بريس. انا كيفاش تبانت لك العافية؟ كيفاش تشعلات؟ خرجت بانت لي العافية شاعلة في الطوبيس. اها وكانوا فيه الناس؟ كانوا فيه الركاب؟ لا ما كانش فيه الركاب، ما كان والو الحمد لله. ما كانوش الناس؟ لا ما كانش. جاو البومبيات طفاو؟ جاو البومبيات طفاو الحمد لله، ما كاين حتى شي حاجه. ما كاين حتى شي مضره الا هذيك الدار. هذيك الدار اللي بانت لي، بانت لي حتى هي وقيله الضرات كانت العافيه هي اللي داك الحموم وداك الحموم.
والحمد لله بعد الدنيا سالمه والحمد لله اللهم حتى واحد ما تحرك الحمد لله كانوا في ركاب كانوا في الناس كانوا في ركاب الحمد لله مليش على العافيه بدات لا ما كانش في ركاب كان خاوي كان فيه غير المراه وحدها عطات ومسكين هذاك الشيفور تيدير ديك باش غادي القرعه باش تفرغ القرعه غلبت عليه العافيه خرج شعلت في الموتور دونك شعلت في الموتور الحمد لله الحمد لله كيف ما سمعتوا كيف ما جاء على لسان شاهدة عيان كانت حاضرة لهذا الواقعة لأن البداية يعني نشوب النيران كان على مستوى يعني الموتور كيف ما كنقولوا حاول سائق سائق الحافلة باش يطفيها لكن النيران غلبت عليه وبالتالي شعلات على مستوى الحافلة بأكملها وكيف ما كتشوفوا عاوتاني الضرر اللي لحق المنزل المجاور اللي كيف ما كتشوفوا النيران كانت طالعه فيه ماشي النيران ولكن غير الدخان والهول ديال هذيك العافيه اللي كانت شاعله تاثر بهذا النيران فين هذا الشيء سي مصطفى سواريز احنا كيف ما قلت احنا في مدينه جديده بشارع عبد الرحمن الدكالي كيف ما كتشوفوا حافله النقل الحضاري اللي شعلت فيها العافيه وتقريبا ما بقى فيها والو المغرب بحال كل ديال دابا باش نقلبوا المغرب حنا ونلقاو البنيه التحتيه ديالو ياك السلام عليكم السلام انتوا حاضرين لا انا ما حاضر انا كان حاضر انا من عندك شي كوستيم لا بلا كوستيم اذا ما يمكنش ليا لا علاش مالك الله يرضى عليك ماشي مشكل الريحه من بعد عندي اخويا تهضر لينا انت معنا على الجديده بريس نقول لك داكشي اللي كاين انا باش نهضر لك ما يمكنش ليا ما بغيتش تبان في الصوره التحتيه ديالي لا لا حاشا شوف الانسان انسان مادام كيعمل واش انت كنت تشفر لا واش العمل حرام لا ايوا الحمد لله مالك نفتخر انا نكون عدام بالعكس دونك هضر لينا على الواقعه كيفاش وقعت الواقعه اش نقول لك صافي نبدا نبدا سير انت معنا على المباشر على موقع جديد اخرى السلام عليكم مع السبعة الله روب ناعس تنفيق تنسمع الغوت خرج تلقى طوبيس تيتحرك سبعة الله روب سبعة الله روب طوبيس تيتحرك فيه الشيفور وفيه واحد مرا نزلات بغينا نديرو حنا العاون جينا واحد السطايل من طوالي تشوفو العافية بانت العافية فايتة فايتة القياس من بعد منا واحد تقريبا شي ثلث ساعة جاو البومبية انا الحاجه الوحيده اللي ضحكتني هما البومبيه ملي جاو طلقوا الشعب ديالهم ما لقاو لا ما لا والو هذاك الشيء عندهم اوتوماتيك والناس اللي خدامين معاهم ما عارفينش كيفاش يخدموا الاوتوماتيك ولا الماء ما كاينش هنا في الحي ولا لا والماء في الحي شحال ديال الماء غنقدو نجيبو الناس كلشي ناعس لا البومبات البومبات ديال ما كاين حتى حاجه ما كاين والو حتى حاجه ما كاينه هادشي اللي وقع والبومبيه راه نص ساعه باش يطفيو العافيه هادي شد ديور كيولاو الناس تحاكوا الناس ضرات والبومبيه راه خاصهم شي بومبيه اخرين تنطلب من السلطات المحليه ديال البلاد هذا والرئيس مجلس البلدي والعامل والناس المسؤولين اللي تيقولوا احنا مسؤولين على هذه المدينه هذه راه ما كاين حتى واحد مسؤول راه كلهم ناعسين راه حتى من دوك البومبيه كل ما فايقهم الصباح تيبان لك بنادم مغمض جايبه غير في العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنشكروك الاخ مرحبا اذا كيف ما سمعتوا كيف ما الواقعه وقعت تقريبا مع سبعة وربع البومبية جاو كما جاء على لسان الاخ اللي قال اذا في هذه الاثناء كيتم انتشال الحافله وغيتم جرها عبر ديباناج لان العافيه كيف ما جاء على لسان احد شهود عيان بانها شعلت مع سبعه وربع سبعه الله روب سبعه وربع ديال الناس سبعه الله روب سبعه الله روب شعلت هاد العافيه هادي والحمد سبعه وخمسه سبعه وخمسه وعشرين بالضبط كنتي حاضر خويا كنتي حاضر
ما مفاعيب اجي هضر معنا باش هاد الشيء هاد الحويجات نورمالمون داو التبليغ انا حاضر انا عاونت شويه مع الاكل وكيما قدرش شحال هادي قدامو ما غتبانش غير هاد المعطيات بغينا ناخذهم هي قول لنا اخ معنا واحد اخ اللي شاهد عيان ما بغاش يبين وجهه اذا غيعاود لنا كيفاش وقعت الواقعه وكيف تم اخماد هاد النيران هادي اللي شعلات في هاد الحافله الواقعه كيفاش وقعت الطوبيس كان ديجا في بياسه في الرويده ديبلاصه هنايا وعيط الناس المسؤولين ديالو باش يجيو يصيبوا لي الرويده بقى واقف قال لك مع الضو مع الباتري مع كان شاعل هذاك شعلت ليه العافيه قدام بواطه ديال الفيتاس ديالو شعلت في الاول شعلت بشويه ثاني هي تشعل بزاف جاي طفيها البومبه ديال الطفايه شحلها ما فيها والو كيعيط الناس المسؤولين ديالو ديال الطوبيس يقول له احنا جايين مده 15 دقيقه هو كيعيط ملي شدت لي العافيه قال لهم راه العافيه شدت الطوبيس حنا كنعيطوا على البومبيه ما جاو هما تقريبا شي 20 دقيقه وزياده عاد باش جاو ملي جاو ما عرفوش يخدموا الكاميو ديال البومبيه قال لك الماء الكاميو جديد يلا خرج ما عرفناش نخدموا شي ربع ساعه ما واقفين شادين تيوت كيشوفوا بالعافيه كتشعل عاد باش خدموا عاد باش طفاو العافيه هذا باش الناس شويه ارتاحت كاينين شي ناس ضروا عارف حال ديك المراه كانت فاش عندها العافيه في دارها راه وفي هذيك الجيران الجيران كان لهم تما دارها كان دارها عندهم دراري صغار ما شاء الله شويه دارت الحادثه بخير وعلى خير الحمد لله ما كاين لا ارواح شكرا شكرا خويا شكرا الله يعز بك الله يبارك فيك شكرا اذا كيف ما خويا السلام عليكم ممكن انت شاهد عيان دارنا خويا رايح ساكن هنا بالجوار عاود لينا كيفاش وقعت الحادثه خويا انا في تناعس انا كنت ناعس جا الاخ يوسف فيقني قال لي الطوبيس شاعل فيه العافيه ما وقفتش انا شي قسمين وقفوا البومبيه شي ساعه بحال هكاك علاش دوك يطفيو ضاربوا مع الماء انا شي نغوش الناس شو الدار ديال السيد كامل تحرقت المراه مسكينه يلاه كراش عندها وليداش شمو تحرقوا لها حوايج راه ما هادشي ماشي معقول حنا كنتمناو من السلطه واللي الرجال الامن الرجال الناس المسؤولين يبدلوا لنا هاد الحافلات حيت الشعب ديال مدينه الجديده راه تيضيع في هاد الحافلات واش هذا طوبيس هذا ماشي طوبيس كيتشم غادي ميل عامر طوبيس ديما اون بان انا شحال من مره هنايا باش ندفعوا الطوبيسات من تحيدهم من الطريق كيجي طوبيس اخر تيوقف وسط الطريق اون بان تيجي طوبيس اخر حنا باش ندفعوهم باش نبلاصيهم وحنا باش نخدموا خدمه البوليس تنبداو ندوزوا في الطوموبيلات هادشي راه ماشي معقول حنا بغينا المسؤولين يتدخلوا في هادشي الله يرحم الوالدين شكرا اذا كيف ما سمعتوا كيف ما جاء لسان احد شاد عيان والجيران اللي كيقيم بالجوار هنايا يعني امتى شعلت العافيه وكيفاش شعلت العافيه وكيف تم اخماد هذا الحريق هذا جدر الاشاره انه يعني المنزل اللي بالجوار اللي شعلت فيه العافيه حتى هو الحق به بعض الضرر من خلال كيف ما كتشوفوا الباب المنزل كيف ما قلت اللي بالجوار اللي بالجوار كيف ما قلت هنا العافيه ربما الاسباب ديال هذا الزجاج اللي تكسر يعني السخونيه ديال العافيه وكذلك هذا كيف ما كتشوفوا الشراجم تاهما تاثروا بالنيران اللي كانت مشتعله في الحافله اذا هناك اضرار ربما على مستوى هذا المنزل هذا بقدر ما كان الاضرار اللي لحقت بالحافله ديال نقل الحدائق ما كنصوركش اخويا ما كنصوركش اذا متتبعينا على قناه الجديده بريس كان هذا المباشر بخصوص هذا الحادث اللي وقع صباح اليوم على مستوى شارع عبد الرحمن الدكالي بمدينة الجديدة يعني الاشتعال اللي رام بحافلة للنقل الحضاري بمدينة الجديدة إذا متتبعينا على قناة الجديدة بريس حاولنا ننقل لكم الحادث ديال أو الحادث اللي هذا الصباح هذا كان على مستوى آخر كلمة معنا اخر كلمه سيدي مرحبا بك اشنو الميساج اللي كتبغي تقول انا بغيت كندوانه على الدراري ديال التلاميذ ديال المدرسه مساكن
راه ديما الطوبيس تتعطل عليهم. وفي هاد البلاصه بالليل تيبقاو الناس 8 ونص تيقول لهم حنا الطوبيس كنسالي مع 9، تيبقاو ناس كبار هنايا. انا هادشي تنطلب من المسؤولين تدخلوا في هادشي الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. هادشي اللي عندي هنايا. كيف ما كتشوفوا احد المواطنين اللي كان يعني هنا النيران نصور عندي تصاور دوز صورات غير هنا الفيديوهات ما عندناش غنتم النشر ديالهم من اللي غنسلمهم عند الاخ عطيتهم لينا باش ندوزوهم. مرحبا. دونك كيف ما كتشوفوا العافيه ملي كانت شاعله في الطوبيس وجات البومبيه ما تعطلات البومبيه المشكل تعطلوا البومبيه تما كيف ما جاء على لسان بعض المواطنين لانه شكرا خويا. اذا هي مجموعه من التصريحات، هي مجموعه من المطالب اللي طالبوا بها بعض الساكنه ديال المدينه الجديده بخصوص حافلات النقل الحضري. خاص يتعاد النظر في هذا القطاع هذا الطوبيسات لانه يعني كيعانيوا الناس، كيعانيوا من الطوبيسات. نتمنوا الرسالة ديال هاد الناس توصل للناس المسؤولين على هاد القطاع هذا على مستوى مدينة الجديدة. إذا متتبعين على قناة جديدة بريس، كنتم معنا على دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في مباشرة.